هو خالي بالجلوتين، خبز الحمص. نقع كوب من الحمص لمدة 8 ساعات، كل ساعتين بنغير المية عنه. هيك بعد 8 ساعات بنصفي المية، بنوضع كوب ماء جديد وبنطحنه بالخلاط حتى يصبح ناعم. بنوضع في وعاء تاني 2 ملعقة كبيرة من الخل ومعلقة صغيرة كربونات الصودا والملح حسب الرغبة، نتركهم يتفاعلوا مع بعض وهيك نضيرهم على الخليط. ممكن نوضع أي نوع توابل، أنا وضعت الزعتر. نسكبهم على ورق زبدة، يجب سكبهم على ورق زبدة، أو بندهن دهون على الصينية إذا غير متوفر ورق الزبدة. نشغل الفرن من أعلى والأسفل على أعلى شيء، نوضع بالرف الأوسط. يفضل عندما نخرج من الفرن نتركه 5 دقائق يبرد قليلا. أكثر من روعة، عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.